بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. لحد الآن اليهود يتآمروا على المسجد الحرام ويخطوا باش يرجعوا للمدينة وأماكن كانوا يصلون يجولون في شبه جزيرة القرب مانا، ويحلموا بل مش يعيدوا مجدهم في قلب جزيرة ولا شبه جزيرة الكرب. ونعرف كيف نبينا عليه الصلاة والسلام من نجح بأمر الله تعالى أن يخلي منهم المكان. وتعرفوا كيفاش المراحل اللي مرت بها بنو صهيون، مروا بها حتى أخرجوا أرجو خرجوا من اللعبة في شبه جزيرة الكرب. نعود إن شاء الله تعالى.